محمد حسن الوزاني، واحد من رموز الحركة الوطنية. مؤسس حزب الشورى والاستقلال وأحد المشاركين الأساسيين في صياغة وتقديم دفتر المطالب المغربية اللي تقدم للسلطات الاستعمارية. تزاد محمد حسن الوزاني في 17 يناير 1910 بفاس. بعد فترة الدراسة الابتدائية والإعدادية في المغرب، قرر سنة 1927 يسافر لفرنسا وتم حصل على البكالوريا. في المهجر تحول محمد حسن الوزاني إلى ناطق باسم مطالب الشعب المغربي ومدافع على استقلال المغرب. عندما التحق بباريس سنة 1927 سجل نفسه في ليسي شارلوماني، فيه حصل على البكالوريا. من بعد كيلتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية اللي كياخذ فيها من بعد 3 سنين الإجازة، وكان هو أول مغربي كيحصل على إجازة في العلوم السياسية. بجانب دراسته في العلوم السياسية درس مجموعة من التخصصات الأخرى، منها دراسة التاريخ، دراسة للصحافة، ومجموعة من العلوم الأخرى اللي بانوا بأنها مساعدة على تكوين شخصيته. في سنة 1930 حصل محمد بن حسن الوزاني على دبلوم العلوم السياسية، وفي المرحلة التي كان يهيئ فيها الامتحانات وصله هو وأصدقائه في باريس خبر صدور الظاهر البربري في المغرب وحركة اللطيف التي بدأت تتحرك في البلاد. طبعا الوزاني في هذه اللحظة لم، رغم التهيئ للامتحانات رغم كل شيء، كان يخصص بعض الوقت للتوجه إلى الخزانات والمكتبات الفرنسية والبحث في أمهات الكتب عن جذور هذه السياسة، عن أهداف هذه السياسة، وجمع دفترا فيه الكثير من المعلومات جمعها حول السياسة البربرية. وهذا الدفتر كما سنرى سيلعب دورا مهما في حياته السياسية لما سيعود إلى المغرب. في يوليوز 1930 نظم محمد حسن الوزاني أول مظاهرة بفاس للاحتجاج على السياسة البربرية للسلطات الاستعمارية الفرنسية، وهكذا تفرضت عليه الإقامة الجبرية. للخروج من هذا الوضع فكر محمد حسن الوزاني في العودة من جديد لفرنسا بحجة متابعة الدراسة. جاء الفقيه كيشكي لسيد الحسن وباه، قال له ديزي محمد ما بقاش كيجي، راه نوبة كيجي ونوبة ما كيجيش، وهو داخل شكون اللي مع سيد الحسن؟ سيد العزيز. قال له اجي لك العفريت كتهر من عند الفقيه، ماشي كتقرا الهضره ديال باش دير تشهد ليا بالفرنساوية باش يدير شي. سيد العزيز اطمأن سيد الحسن وعيط على زي محمد، قال له خليه يديك نمشي نقرا الفرنساوية باش نهضر مع هاد الفرنساويين. إذا الوزاني مشى لجنيف، مكث مع شكيب أرسلان، وكان أساسيا أو من الأساسيين الذين أصبحوا داخل هيئة التحرير، المجلة التي كان يصدرها شكيب أرسلان وهي مجلة الأمة العربية. بعد أول تجربة في مجال الصحافة في سويسرا، ثم نشر عدد من المقالات مجلة مغرب للاشتراكي الفرنسي روبير جون لونغي، قام محمد حسن الوزاني بتأسيس جريدة خاصة به في غشت 1933 باسم عمل الشعب، أول صحيفة وطنية مغربية. ثم ساهم في تأسيس أول حركة سياسية مغربية، كتلة العمل الوطني، ليصبح هو الناطق الرسمي باسمها في أوروبا. في هذا الإطار سافر لإسبانيا للقاء الجمهوريين للدفاع عن القضية الوطنية وشرح مطالب المغرب، وكان اتصال مع اليسار الإسباني، وانتقل الوزاني هو بن عبد الجليل إلى إسبانيا وعملوا لقاءات متعددة مع اليسار الإسباني، شرحوا فيه كيفاش يمكن لهم يطعنوا ثورة فرانكو من الخلف، وكيفاش أنهم يقدروا هذه الثورة هذه تفشل، وأن اليسار يضمن استمراره في إسبانيا. طبعا كان المطلب الأساسي عند الحركة الوطنية المغربية، عند الوزاني وعند بن عبد الجليل، هو أن إسبانيا إلى انهزم فرانكو، إلى فشلت الثورة ديالو، أن الإسبان خصهم يعترفوا المنطقة الخليفية بالاستقلال. طبعا كانوا كيشوفوا أن استقلال المنطقة الخليفية هو مرحلة أو محطة في استقلال المغرب ككل. في سنة 1937
تعرضت كتلة العمل الوطني للحظر وتمنى فيه محمد حسن الوزني إلى الجنوب المغربي. قضت 9 سنين كتب خلالها العديد من المقالات وساهم في صياغة الأرضية السياسية للحزب اللي غادي يتأسس سنة 46 باسم حزب الشورى والاستقلال. في نفس السنة هاجر القاهرة وتلقى بالزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي، رجلين جمعتهم نفس القضية وعلاقة صداقة كبيرة ومتينة. كريم الخطابي باش يكسب المذكرات ديالو وبواحد المشقة باش عطاهم الألم باش يكسبها، لأن كان القلم ديال عبد الكريم الخطابي ماشي كاتب ماشي جورناليستيك، ماشي كلف زي محمد بن الحسن كان كيدير معاه جلسات ويكسب المذكرات ديالو. جات المفاوضة دا إكس ليبان، مشى لإكس ليبان راه كيذكرها دابا في المجلد الثاني ديال حرب الريف في المذكرات ديالو، كيقول لك لا قدر الله هذيك المذكرات ما داش، يعني بقات فيه خصور عيوم يقلب عليها ما وجدهاش. في سنة 1956 حصل المغرب على الاستقلال، وظهر تخوف محمد حسن الوزني من هيمنة حزب الاستقلال. بعد سنوات طويلة من الكفاح لأجل تحرير الوطن، كان محمد حسن الوزني على موعد مع حادث. في 10 يوليو تصاب في المحاولة الانقلابية الفاشلة بقصر الصخيرات، وتعرضت اليد ديالو للبتر، وبدات صحته تتدهور. يعني الفراق الأخير ديالنا خارج، وهو كان مريض، وكان هذا مولاي علي الكتاني كان صاد، صافت لنا واحد السيارة كليماتيزي باش نديو الأفيسين في الرباط. ودار يدو عليا وخرج انا وياه من البيت، قال لي قلت له زي محمد مذكرات، قال لي صافي نهيتهم وراني كنت لابق. استمر محمد حسن الوزني في الاشتغال بالسياسه والانشغال بالوضع السياسي للمغرب الى حين الوفاه ديالو يوم 9 شتنبر 1978.